بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور الخير علام خليل، وحأكون معكم إن شاء الله في المقرر بتاع الميديسينال كيمستري أو الكيمياء الدوائية العربي يسمى. طيب، هذا المقرر هو من المقررات اللي بتدرس لطالب الصيدلة ابتداء من الفصل الدراسي السادس وحتى الفصل الدراسي التاسع، مجموع 4 سمسترات أو 4 فصول دراسية. هذا المنهج من المناهج الكبيرة، ومحتاج أساس قوي في الكيمياء العضوية والكيمياء الحيوية، وهو متداخل أو علم الكيمياء الدوائية متداخل مع كل العلوم بتاعت الصيدلة بصورة أو بأخرى. فأنا وضع لكم في الويب سايت بتاع الجامعة الإيلانينج قبل المحاضرات في فايل صغير في هو الأوبجيكتيفز أند كورس كونتنت، اللي هو يعني الأهداف بتاعت الكورس ومحتوياته، إضافة لبرضو ملف صغير بيحتوي على الاسينشال ريفرنسز او المراجع اللي ممكن ان تستعين بها في فهم اكثر معمق للكورس، اللي هي حوالي 6 مراجع. هذه 6 مراجع انا موجود عندي في صوره بتاع السوفت كوبي او يعني نسخه الكترونيه، ما حقدر ارفع لكم في الموقع بتاع الجامعه بصوره رسميه لانها هي كوبي رايتد، يعني عليها حقوق بتاعت نشر، فما بنحقها نشرها في الويب سايت. لكن لو محتاج اليها ممكن تشوفوا الدفعة اللي قدامكم، كانت وزعت لهم هذه المراجع، او ممكن بصورة اخرى ممكن لكم اشوف انه ممكن احول لكم بالايميل او في الواتساب او اي واحدة من الوسائل الاجتماعية. طيب، الكورس كونتنت بصورة مختصرة هو Introduction to Medicinal Chemistry، يعني مقدمة للكيمياء الدوائية. هنتعرف فيه على شنو هي Medicinal Chemistry والأرياس اللي بتخدمها في تحديد الصيدلة. في زي ما قلت لكم في الفايل بتاع الكورس كونتنت فيه تفاصيل بتاعة المحاضرات كلها، اللي هي حوالي 10 محاضرات فيها العناوين بتاعة المحاضرات. لكن بصورة عامة هحكي لكم الكورس كونتنت في السلايد دي، اللي هي Introduction to Medicinal Chemistry، اللي فيها Drug Discovery، How Natural Products Are Used for the Development of Synthetic and Derivatives، هنتكلم شوية عن Drug Modifications والبرودكتس وغيره. هيتكلم برضو عن physical chemical aspects of mode of action of drugs, drug target and drug target interactions، اللي برضو واحد من المواضيع المهمة جدا. drug metabolism برضو هتكلم شوية حوالي محاضرتين أو 3 محاضرات. هيتكلم برضو عن new trends in medicinal chemistry زي drug design, combinatorial chemistry and computational chemistry، بكلها مصطلحات جديدة هنحاول نعرفها ونعرف عليها. في برضه هتكلم عن مبادئ أو principles of use of quantitative structure active relationships to design new drugs. طيب، introduction. What is medicinal chemistry؟ ده السؤال الأول نحاول نجاوب عليه. طبعا خلال دراستكم السابقة في الكلية خلال الفصول الثالث والرابع والخامس ومن الفصل الثاني، يعني في سمستر 2 3 4 and 5، درستوا بصورة كبيرة جدا منهج بتاع الأورجانيك كيمستري، اللي هو نعتبره إحنا هو الأساس بالنسبة ل أو مدخل للدراسة الكيمياء الدوائية، اللي هو فيه بتتعرف على كل الفانكشنال جروبس أو الزمن الوظيفية الموجودة في الكيميكال ستراكشرز،
يعني بتحاول تفهم كل كلاس من الأورجانيك كومباوند والخصائص الكيميائية بتاعته. يعني مثلا عندنا الأمينز اللي هي فيها MT2، عندنا الفينولز اللي هي فيها OH، والكهولز برضه فيها OH، عندنا الكربوكسيليك أسيدز اللي هي فيها الذرة بتاعت الكربوكسيل جروب، وفي طبعا ديريفاتيف من الكربوكسيليك أسيد اللي هي زي الإسترز والأمايدز وغيرها. فلو جينا عينت لأي structure بتاع أي دواء بتلقى إنه فيه يعني لا يخلو من هذه الفانكشنال جروبس باختلاف. وعادة كل الأدوية بدون استثناء هي يعني structures containing multi functional groups، يعني في نفس structure تلقى فيه هيدروكسيل جروب أو H، تلقى فيه NH2، تلقى فيه كربوكسيل جروب، تلقى فيه ثيول جروب وهكذا. فبالتالي من خلال دراستك للأورجانيك كيمستري تقدر تتعرف على كل الخصائص الفيزيائية والكيميائية بتاعت الأورجانيك كومباوند من خلال الفانكشنال جروبس الموجودة فيها. ودي مسألة مهمة جدا بالنسبة للدراسة في الميديشنال كيمستري. باختصار الميديشنال كيمستري هي العلم الخاص باكتشاف وتصميم الأدوية ودراسة يعني تفاعلها مع الجسم وتفاعل الجسم معها. فالقوانين البسيطة بتاعت الكيمياء اللي هي في التفاعلات الكيميائية كلها تنطبق عليه التفاعلات اللي بتحصل ما بين جسم الكائن الحي اللي هو بالنسبة لنا يا إما إنسان أو حيوان وهذه الأدوية. فباختصار the discipline of medicinal chemistry is devoted to the discovery and development of new agents for treating diseases. ده يمكن تعريف مختصر جدا للميديشنال كيمستري خاص بالديسكفري، يعني كيف تجد لك يعني علاج لمرض معين او تعمل ديفلوبمنت تطوير لعلاج لمرض معين. Most of this activity is directed to new natural or synthetic organic compounds. اللي هي هنتكلم عنها في السلايد اللي قدام اللي هي sources of drugs، ايضا تكون natural يعني من الطبيعة او تكون synthetic organic compounds. الجديد نظافة للأدوية الموجودة حاليا في الصيدلة معظمها هي أو يعني عدد كبير جدا منها هي أصلا هي natural product أو derived from natural product. لما نقول natural product قصدي بيه هو يعني هو أصلا مستخلص من نبات أو من حيوان أو من بكتيريا أو يعني كائن أو مايكرو أورجانيزم زي البكتيريا زي الفنجاي كويس أو حتى من التربة كويس. فدي يعني كلها هي مصادر تعتبر natural للأدوية. أحيانا ممكن نعمل حاجة اسمها organic synthesis اللي هي تصنع compound بتاعك في المعمل. فده باختصار هو what is medicinal chemistry. في الجانب الثاني يعني غير ما إننا نحاول نعمل development أو نكتشف أدوية جديدة، في دراسات تانية لابد أنها تدعمها، يعني لا تقل أهمية عن دراسات بتاع التطوير أو تصنيع الأدوية اللي هي أنك يعني تفهم المشكلة أصلا هي شنو في داخل جسم الإنسان. ما في مرض، المرض اللي هو عبارة عن problem. فأنت you have to understand the nature of this disease عشان تقدر تحدد أنك تدخل فياته يعني في هذه المنطقة. فأي دولة من خلال جسم الإنسان بيكون عنده حاجة نحن نسميها ريسبتر أو مستقبل. فيبدأ يعني فهمك لهذا المستقبل أو هذا الريسبتر والفونكشنز أو الوظائف الحيوية اللي بيكون بها داخل الجسم، لما يحصل له ستيموليشن أو لما يحصل له بلوكين، ده بيساعد كتير جدا في إنك يعني تعمل ديفلوبمنت للدرج يكون highly specific يعني أو highly selective، يكون يعني يرتبط فقط مع ريسبتر المعني. والحاجة الثانية يكون highly effective، ويكون أهم حاجة يكون يعني highly safe، يكون آمن جدا. فدي الحاجة هنا المفتش على ده اللي هي selectivity الانتقائية، مفتش عن efficacy الفعالية، ومفتش عن safety اللي هي الأمان بتاع هذا المستحضر أو هذا المرض. إذا أنت لو ما عندك خلفية كبيرة أو يعني دراسة عملتها مسبقا لطبيعة البروبلم الحاصلة
وانه هل الموليكيول اللي انت هتديه للانسان ده هي مثلا هيشتغل بالصوره اللي انت عايزها وحللك المشكله دي، ما هيكون في فايده من انك بس تعمل لك ديفلوبمنت لكومباوند وتجربه. يبقى الراشنال نفسي حاليا او الشيء الناس شغاله بيه نفسي حاليا في مثل كيمستري انه تدرس الريسبتورز وعلى ضوء الريسبتورز بيصمم شنو؟ بيصمم الكومباوند اللي هو مفترض يحل لك المشكله دي. عشان كده قلنا في الفقره الاولى بارالين يعني بالتوازي، بارالين the development of medicinal agents has come a better understanding of the chemistry of the receptors. وهذه الريسبتورز عموما هنتكلم عنها في محاضره منفصله، لكن باختصار هي عباره عن ماكرو مولكيولز يعني جزيئات او جزيئات شويه ضخمه، هي مكونه عاده من بروتينز يعني ناتشرال في الجسم اضافه ل other types of receptors، لكن مالي هنتكلم عن بروتينز مثلا زي يعني اذا درست في الفارماكولوجي هتسمع مثلا بالالفا ريسبتورز او البيتا ريسبتورز او المسكارينيك ريسبتورز او النيكوتينيك ريسبتورز اضافه ل other types of receptors مثلا زي الايون شانلز كويس اللي برضه عباره عن بروتينز، او مثلا زي الانزيمز او الهرمونز. الانزيمز بتشكل تارجت كبير اللي هي عباره عن بيبتايدز او بروتينز. فهذه الريسبتورز بتحتوي برضه على فانكشنال جروبس على زمر وظيفيه اللي هي الهيدروكسيه والكاربوكسيه والاو اتش والان اتش، فبالتالي ممكن تعمل انتر اكشن مع اي فانكشنال جروبس مناسبه زي ما بيحصل في الاورجانيك رياكشنز اللي درستوها زمان. يعني مثلا معروف انه لما تضيف لك مثلا الكهول لكربوكسيليك اسيد بيتكون مثلا حاجه بيسموها ايثر. فلكن عموما طبيعه الروابط اللي هي هنتكلم عنها في المحاضرة رقم 2 إن شاء الله، طبيعة الروابط ما بين الريسبتور والدروج هي بطبيعتها تكون weak forces يعني تكون very strong وتكون reversible يعني قابلة إنها شنو تنعكس يعني بعد ما الرابط تتكون شنو يوصل، لأن إحنا ما دارين الدواء يكون مرتبط بصورة دائمة مع الريسبتور، يعني يؤدي أكشن معين حتى بعد ذلك يطلع من الريسبتور ويحصل بعد ذلك الاكسكريشن لهذا الدروج خارج جسم الإنسان. في أحيان بسيطة جدا إحنا ممكن نكون محتاجين لأنه الفورس أو القوة على الاضطراب تكون very strong أو تكون irreversible دي في يعني كيسز معينة مثلا في بعض الأنتي كانسر دراجة هنتكلم عنها later on. طيب الفقرة الثانية the later اللي هي receptors يعني the later has been greatly facilitated by low cost computer running software. الreceptors عشان تدرسها حاليا بيستعملوا كمبيوتر سوفت وير يعني بيعملوا حاجه اسمها 3D modeling يعني انت الاستراكشر بدل تشوفه بالطبيعه تشوفه اون سكرين. من خلال ال 3D modeling ممكن تعمل فيتنج لهذا الريسبتور معايه سوتابل استراكشر، يعني بدل تصنع استراكشر في المعمل ممكن تصنعه فيرتشوالي او بصوره افتراضيه في كمبيوتر وتشوف هل هو بيقدر يطير بالريسبتور ولا لا. يعني ده بيساعد كثير جدا في عمليه تطوير الأدوية، برضه هتكلم عنها later on اللي هي عملية على 3D modeling. اوكي تبدا the latter has been greatly facilitated by low cost computers running software 3D modeling that calculates molecular properties and structure and pictures using high resolution graphics. Development of organic compounds has grown beyond traditional synthetic methods. It now includes biotechnology using the cells, biochemistry to synthesize new compounds. طيب كبيرة في المقدمة قلت لكم انه واحدة من الاشياء الاساسية بيكون عليها بوسيل كيمستري هي الorganic chemistry اضافة للبايو كيمستري او البيولوجي عموما. يعني زي ما قلنا هي مثلا بتاعت interaction ما بين ريسبتور اللي هو عبارة عن ماكرو مولكيول يعني بايولوجيكال مولكيول كويس سوري و ودرك. فبالتالي انت لابد تكون عارف كل العمليات الحيوية او على الاقل يعني كامل يعني معلومات كافية عن كل البايوكيميكال بروسيسز اللي بتتم على مستوى الخلية. لما انت في النهاية تتدخل بدرك معين بتكون ده تعمل ريجوليشن لبعض البايوكيميكال بروسيسز. اوكي فلابد ان تكون فاهم
البيولوجي تكون فيها بايوكيمستري، وفي علم يسموه بايوتكنولوجي اللي هو التغنية الحيوية. إذا the process of establishing a new pharmaceutical is exceedingly complex and involves the tens of people from various disciplines including chemistry, biochemistry, molecular biology, physiology, pharmacology, pharmaceutics and medicine. يعني عملية تطوير دواء معين ما شغل بيكون له الصيدلي فقط أو الفارماسيست أو الميديسين كيميست، عادة بيكون في تيم أو فريق من مجموعة من العلماء، أي زول بيكون مختص في جانب معين. فبالتالي عملية تطوير أو تصنيع دواء جديد لمرض معين عملية معقدة جدا، قد تأخذ أحيانا سنين طويلة، يعني ممكن تكون 5 6 10 سنوات الناس يكونوا شغالين في بحث لتطوير دواء لعلاج مرض معين. زي ما شايفين محتاج لزول بتاع كيمستري، جنرال كيمستري، يعني لزول بتاع بايو كيمستري، محتاج لزول بتاع مولكيولر بيولوجي، فيزيولوجي اللي هو وظائف الأعضاء، فارماكولوجي علم الأدوية، فارماسيوتكس حتى، لأن أنت في النهاية لما تعمل ديفلوبمنت للكومباوند لابد برضه إنك تعمل ديفلوبمنت لشنو؟ للدوزج فورم، بشكل صيدلاني معين. يعني أنت ما حدش يلعب مولكيول تديه بصورة كده خام للمولكيول، لابد يكون في صورة تابلت ولا في صورة كابسول ولا في صورة انجكشن. والديفلوبمنت بتاع الدوزج فورم ده أذر ستوري، ده علم غير بيتا اللي هو الفارماسيوتكس تكنولوجي أو يعني تصنيع الدواء. فإذا دي أعتقد واحدة من المراحل الجدية اللي بيصل لها المستحضر أو الدواء الجديد فين يحصل له ديفلوبمنت لدوزج فورم معين. فبالتالي ناس الصيدلانيات أو ناس الفارماسيوتكس عندهم دور مهم جدا في الحاجة دي. إبدأ بنقطة إنه the medical chemistry occupies a strategic position as the interface of chemistry and biology. إذا زول بيكون متخصص في الـ medical chemistry لابد يكون جامع ما بين العلوم بتاعت البيولوجي والعلوم بتاعت الكيمستري. To provide an understanding of the principles of medicinal chemistry, it is necessary to consider 1. The physicochemical properties used to develop new pharmacologically active compounds and their mechanisms of action. The drug's metabolism, including possible biological activities of the metabolites, the importance of stereochemistry in drug design, and the methods used to determine what space a drug occupies. طيب تعالوا معنا شوية يا اخوان. يعني انت لما تحاول تفهم المبادئ الاساسية بتاعت المثل الكيمستري، زي ما قلنا في خلفية معينة المفروض تكون موجودة. اهم حاجة نمرة واحد ان الفيزيكوكيميكال properties of the drug اللي هي خصائص الفيزيائية والكيميائية بتاعته من ناحية بتاع solubility، من ناحية بتاع reactivity وغيره، إضافة للميكانيزم of action. فدي واحدة من الأشياء المهمة. المثل الثاني اللي هي drug metabolism. طبعا drug metabolism هو زي ما قلنا حنغطيه في محاضرة أو في محاضرات أخرى، اللي هو باختصار العمليات الكيميائية اللي بتحصل للكومباوند وانس انه خش من لحظه دخوله للجسم. فبيتعرض هذا الكومباوند لمجموعه من التفاعلات، احنا عموما بنقسمها لفيز 1 رياكشنز اند فيز 2 رياكشن، حنشوف تفاصيلها ليتر اون. في كثير من الاحيان قد يكون الكومباوند قبل ما يخش جسم الانسان يكون غير فعال، يعني ان اكتف، ما بيحصل له اكتيفيشن الا لما يخش داخل جسم الإنسان. معناها شو؟ معناها في كيميكال رياكشن معين المفروض يحصل له عشان يتحول من inactive compound لشنو؟ لactive compound. فالبرودكتس أو النواتج بتاعت الميتابوليزم بيسموها metabolites. يعني لو نقول لك metabolite قصدين هو شنو؟ reaction product بتاع metabolism. والرياكشن اللي بتحصل في الميتابوليزم هي نفس الرياكشنز الكيميستري اللي بتعرفوها العادية بتاعت oxidation أو reduction أو hydrolysis ولا whatever. يعني كل الرياكشن زي ما ده السلف الأورجانيك كيمستري بتحصل للكومباوند أثناء رحلته داخل الجسم. يبدأ من لحظة دخول الملوكيول بتاع الدرج لجسم الإنسان لحتى لحظة خروجه بيكون يتعرض لمجموعة كبيرة جدا من الكيميكال رياكشنز بيسموها ميتابوليزم. أوكي؟ المثل الثالث اللي هي ستيريو كيمستري. طبعا مفترض تكون درستها برضو في الأورجانيك كيمستري. الستيريو كيمستري اللي هي الكيمياء الفراغية، اللي هي
شنو شكل المولكيول في 3D، يعني في الشكل الثلاثي الأبعاد للكومباوند. يعني درسوا في حاجة اسمها ستيريو ايزومرز، يعني مثلا عندنا حاجة اسمها ال S ايزومرز وال R ايزومرز مثلا فور اكزامبل، هي الانيشومرز يعني كويس. دي برضو عندها يعني أهمية كبيرة جدا في فعالية الأدوية. فالرياكشنز بتاعت الريسبتورز مع الدراج عادة بيكون ستيريو سيلكتيف، يعني احنا مثلا عندنا بعض الكومباوند بيكون عندها ميرور ايمجز، يعني مثلا واحد يكون ليفت هاندد والثاني نفس الكومباوند لكن بيكون شنو رايت هاندد. في احيان كثير جدا بنلاقي انه واحد من الصور دي هو الاكتف والصوره الثانيه شنو ان اكتف، او مثلا واحد منهم بيكون مور اكتف ذان ذا اذر. فبالتالي السيريو كيمستري بتلعب دور محوري وهي حاجه زاويه في فهم انه كيف الدراجز تشتغل على مستوى الخليه. فعشان كده لابد الناس تراجع المبادئ الاساسيه بتاعه الستيريو كيمستري. As you proceed through the courses of medicinal chemistry, think of what problem the medicinal chemist is trying to solve. Why were certain structures selected? What modifications were made to produce more focused activity or reduce adverse reactions or produce better pharmaceutical properties? Was the prototypical molecule discovered from random screens, or did the medicinal chemist have a structural concept of receptor or an understanding of the disease process that must be interrupted? طيب خلال دراسة في الكورسات الجاية، يعني في السيمسترات الجاية في الصورة الدراسية الجاية، هكون بمجموعة كبيرة جدا من structures بتاعت الأدوية، يمكن حمر على معظم الكلاسس اللي معروفة في البراكتس بتاع الفارماسي، من الانتيستامين، من ال الانتيكولينرجيك، الادرينرجيك بلوكرز، الانتي كانسر، الانتيبايوتكس باختلاف انواع. في اي كلاس من الادويه هتلاحظ انه في يعني نوع من الستركشر سيميلاريتيز، يعني في بعض الستركشرز تلقاها هي صح ديفرنت كومباوندز لكن في حاجه معينه تجمعهم. عشان كده قلنا واي وير سيرتن ستركشرز سيلكتد. فعندنا في المثال الكيمستري في حاجه اسمها ستركشر activity relationship، structure activity relationship، يعني شنو علاقة ال structure في activity اللي هي صار هي مسميها SAR، SAR structure activity relationship. كثير من الأدوية لما تتحصل عليها من الطبيعة بتكون يعني الactivity بتاعتها ما عالية أو فيها مثلا side effects كثيرة، فبنعمل لها اسمها chemical modification، يعني تعديل بصورة شنو كيميائية، نسحب منها مثلا هيدروكسيل جروب ندخل بدلها NH2 جروب، يعني نعمل بعض التغييرات الطفيفة في الستركشرز. هذا الموديفيكيشن عنده قد يكون تأثير كبير جدا على الفعالية، وعنده تأثير كبير جدا في انه يقلل لنا من السايد افكتس او الادفيرس رياكشنز. اوكي، الحاجة الثالثة في بعض الدراسات تعتمد على حاجة اسمها راندوم سكرينز، يعني تجيب لك مجموعة من النباتات تتخلص منها كومباوند وتجربه، ده بسموه راندوم سكريننج. فدي واحدة من الابروتشز او واحدة من الطرق لاكتشاف ادوية جديدة او لتطوير ادوية لامراض معروفة، بسموها راندوم سكريننج، يعني بصورة عشوائية بس انت بتشيل. طبعا ما هتجرب على انسان مباشرة، يعني هي الابحاث دي شوية عندها ريجوليشنز بتحكم. في الطريقة التالية هو انك زي ما قلت تدرس الديزيز وتحدد ريسبتورز معين انت المفروض تاثر عليه بطريقه معينه، تعمل له اكتيفيشن او تعمل له بلوكينج، وتحاول تشوف الاستراكشر بتاع الريسبتور ده شنو المناسب معاهم من الاستراكشرز الموجوده في الطبيعه، او حتى لو ما موجوده في الطبيعه تحاول تعمل لها سينثيسيس. عشان كده قلنا was the prototypical molecule discovered from random screens or did the medicinal chemist have structural concept of the receptor or understanding of the disease process that must be انتظر. طيب ننتقل لموضوع آخر اللي هو كلام شوية عن drug discovery.
تاريخيا historical outline. The earliest drug discoveries were made by random sampling of fire plants. Some of this sampling, although based on anecdotal evidence, led to the use of such crude plant drugs as opium, belladonna, and ephedrine that have been important for centuries. Many discoveries were accidental. خلاصة كلامنا إنه يعني معظم الاكتشافات القديمة للأدوية يعني في أدوية معروفة منذ قرون معظم عملية اكتشافها كانت يعني بيلعب فيها عامل الصدفة، كانت بيتم بإنه واحد يختبر يعني خلاصة بتاعت نبات معين ويلقى إن عندها تأثير فسيولوجي معين على الجسم بيلاحظه على نفسه وعلى الزول اللي بيختبر عليه هذا المستحضر. يعني مثلا في أدوية زي الأوبيوم، معروف الأوبيوم، البلادونا، بلادونا اللي هي بالعربي يسموها ست الحزن، بيلا دونا، بيلا يعني بيوتيفول أو دونا معناها ليدي، فكانت واحدة من معايير الجمال عندهم زمان أظن مع الفراعنة، أو أعتقد إنه يعني العيون تكون شوية كبيرة، فالبلادونا كان بيستعملها كخلاصة بين القطاع في العيون بتوسع الحدقة بتاعت العين. طيب فيبقى many discoveries were accidental. واحدة من الاكتشافات المهمة جدا في تاريخ الطب عموما والصيدلة خصوصا اللي هي برضو لها فيها من الصدفة كان هو اكتشاف الموكيول بتاع البنسلين. بالنسبة لكم قد يكون معروف البنسلين هو انتي بكتيريال يعني مضاد بكتيري. هذا الدواء تم اكتشافه في بداية القرن العشرين عن طريق واحد اسمه ألكسندر فليمي. فالقصة ما أعرف إذا سمعت بها ولا لا، لكن باختصار هو كان بيدرس في يعني في فطر اسمه بنسليم، بنسليم موتاتم اسمه العلمي، هو بتاع مايكروبيولوجيا اسمه ألكسندر فليمي ده، فكان بيدرس الفطر ده وإضافة لعدة دراسات في البكتيريا برضه. فالمهم خلاصة الكلام انه في يوم من الايام نسى يعني في حاجة اسمها بيتري ديش او مزرعة بكتيرية يعني بيزرعوا فيها البكتيريا كوين ده الكفر، فشكله نسى الكفر بتاع البيتري ديش ده فاتح اثناء الليل بصورة او باخرى في كمية من الفطر بتاع البنسلين نوتاتم. يعني كان عنده مزرعة برضه بتاع البنسلين نوتاتم خاتية، اتسكبت على البيتري ديش او في نقاط معينه جات على البيتري ديش اللي بيحتوي على البكتيريا دي. فلما اصبح الصباح لاحظ انه خلال النمو بتاع البكتيريا اي نقطه نزلت فيها خلاصه بتاع فطر اللي هو الفطر بيتكلم عنه ديه ما كان فيه نمو بتاع بكتيريا، فبالتالي يعني افترض في انه الفطر ده فيه ماده معينه بتقضي على البكتيريا. فزي ما شايفين هنا لعب عامل الصدفة في اكتشاف العقار بتاع البنسلين. هو طبعا ليتر عمل دراسة واكتشف انه هذا الفطر بيحتوي على مولوكيول الناس حاليا بيسموه بنسلين اللي هو بيقوم بيقتل البكتيريا. فده برضو فتح باب بتاع ابحاث تانية في انه يعني احنا ممكن نستخلص ادوية من other microorganisms. يعني هسه الفطر ده عبارة عن microorganism واحد من الاحياء الدقيقة. بقت المايكرو اورجانيزم هي برضو واحده من المصادر بتاع شنو بتاع الادويه زي ما هتشوف في دراسه كليتر، وانه كتير جدا من الانتي بكتيريال او الانتي بايوتكس بيتم استخلاصها من مايكرو اورجانيزم سواء كانت فطريات سواء كانت حتى في بكتيريا. يعني في بكتيريا بتصنع مضادات حيويه عشان تقتل بيها البكتيريا العايشه معاها في البيئه بتاعتها، يعني نوع من الحمايه بالنسبه لها. فاحنا ممكن نزرع البكتيريا دي ونستخلص منها الماده دي ونستعملها كشنو كعلاج. With the accidental discovery of penicillin came the screening of microorganisms and the large number of antibiotics from bacterial and fungal sources. يعني معظم الانتيبيوتكس الحالية زي ما قلنا موجودة هي موجودة من أو مستخلصة من بكتيريا أو من فطريات اللي هي فنجاي. Many of these antibiotics provided the prototypical structure that the medicinal chemist modified to obtain antibacterial drugs with better therapeutic profiles. زي ما قلنا قبل شويه او في السلايدز اللي فاتت انه احيانا كثير انه المولوكيول بتحصل عليه ناتشورالي لابد انك تعمل له شنو
chemical modification، فيبقى بيتحول compound من natural يبقى semi synthetic، يعني هو شبه مصمم. البروتوتيبيكال structure يكون موجود في النيتشر، يكون موجود في الطبيعه، تستخلصه تعمل له كيميكال موديفيكيشن، تزيد الفعاليه بتاعته وتزيد الخصائص بتاعته، او يعني تحسن الخصائص بتاعته الفيزيائيه والكيميائيه، بما يسمح بانه احنا ممكن نصنعه بشكل دوزج فورم نديه للمريض يستعمله عشان يعالج به مرض معين. The compounds on which a development is based are known as lead compounds. The compounds on which a development is based are now known as lead compounds, while the synthetic compounds developed from the lead are referred to as analogs. بعد المصطلحين مستعملون في المنسر كيمستري دائما اللي هما the lead compound and the analogs. قبل شوية أنا ذكرت لكم في إنه انت كتير جدا بتتحصل على كومباوند من النيتشر لكن بتقوم تعمل له كيميكال موديفيكيشن. يبقى الكومباوند في صورته الاصليه من المصدر بتاعه في الطبيعه ده بسموه ليد كومباوند. يعني الليد كومباوند هو اي كومباوند عنده بيولوجيكال اكتيفيتي. يعني وانس انك جبت لك كومباوند ناتشرال جربته في كائن حي لقيت انه عنده يعني خاصيه فيسيولوجيه معينه على جسمه ده بسموه ليد كومباوند. ممكن هو ذاته تستعمله كدواء، او اذا لقيت انه فيه مشاكل ممكن تعمل له كيميكال موديفيكيشن عن طريق السينثيسيس كيميكال او اورجانيك سينثيسيس. فيبقى الكومباوند تحصل عليه من الليد كومباوند احنا بنسميه انالوج. يبقى الليد كومباوند هو الناتشرال كومباوند والانالوج هو الكومباوند اللي تحصل عليه من الليد كومباوند بعد ما تعمل له شنو تعمل له موديفيكيشن. يبقى the work of the medical chemist is centered around the discovery of new lead compounds with specific medical properties. يبقى كل ما كان عندك عدد كبير جدا من lead compound انت ممكن يعني تكتشف مجموعة اكبر من شنو من الدراجز او تعمل development لنيو دراجز. It includes the development of more effective and safer analogs from both these new and existing lead compounds. يعني عشان ماذا تطرح، يعني مثلا اذا رجعنا للقصه بتاعت البنسلين، البنسلين اللي اكتشفه الكسندر فليمنج اللي هو احنا عليه من كيميائي اسمه بنزايل بنسلين اللي هو ممكن يعتبره هو كان عباره عن يعني ليد كومباوند. فمعظم الديريفاتيفز او المشتقات بتاعت البنسلين هي مشتقه من البنزايل بنسلين. فيبقى البنزايل بنسلين ممكن نسميه ليد كومباوند، والكومباوند الجاد بعديه ممكن نسميه شنو انالوجس اللي هي سيمي سينثيتيك كومباوند. يعني مثلا كان واحدة من المشاكل اللي بيعاني منها البنزايل بنسلين انه ما ممكن ناخده اورالي، يعني ما ممكن تديه للمريض ياخده عن طريق الفم في صورة كابسول ولا تابلت ولا واتيفر او شراب مثلا. يعني هسه لو فتشت الصدريات كلها بتلقى بنزايل بنسلين اورال دوزج فورم، ده لابد انه يتاخد عن طريق الانجكشن لانه في مشكلة في الستركشر بتاعه انه يكون انستيبل في الجي اي تي. فيبقى بكيميكال موديفيكيشن معين قدروا يطلعوا other analogs of benzyl penicillin بيكون عندها القابلية انه البيشن ياخدها orally مثلا زي الامبيسلين او زي مثلا الاموكسيسلين. حنيجي ندرس الحياة دي بالتفصيل ان شاء الله في يوم من الايام، لكن عموما هذه الكومباوندز ممكن تتاخد orally لكن البنزايل بنسلين ما ممكن يتاخد orally. يبقى المسألة بتاعت الموديفيكيشن للليد كومباوند هي اللي بتأدي ل more مثلا effective compounds او more suitable compounds for therapeutic uses. طيب في الابروتش بتاع استعمال الليد كومباوندز في السينثيسيس بتاع الدراجز، انت عاده لما يكون عندك ليد كومباوند واحد بتحاول يعني تعمل سينثيسيس لسيفرال انالوجز اوف ذيس ليد، فبالتالي انت بيكون عندك يعني مجموعه كبيره جدا من الانالوجز كلها مفروض تخضع لعمليه بتاعت اختبار. لكن ما كل الانالوجز بتصل لمرحله انها فاينلي تبقى يوزفول دراجز، فممكن من خلال مئات او احيانا الاف الانالوجز واحد او اثنين بس هم اللي يصلوا مرحله الديفلوبمنت ل ان يكونوا اكشوال دراجز. عشان كده الابروتش ده بتاع الليد كومباوند يعتبر تايم كونسيومينج والكوست بتاعته عاليه جدا. عشان كده قلنا that usually involves synthesizing and testing
many hundreds of compounds before a suitable compound is produced. It is currently estimated that for every 10,000 compounds synthesized, one is suitable for medical use. عشان كده زي ما قلنا المزايا دي شوية يمكن تكون تأخذ زمن طويل جدا. عموما تاريخيا the first rational development of synthetic drugs was carried out by P. Ehrlich and S. Hunt اللي هم اتنين من الساينتست اتنين من العلماء who produced the anti-infective drug اسمه أرفيمامين في عام 1910. في الوقت ذاك في 1910 كان بالنسبة للعلاج بتاع البكتيريال انفكشن كان بيستعمل دواء اسمه أتوكسيل. لسه الوقت ذاك لسه ما اكتشفوا البنسلين. فكان الأتوكسيل هو واحد من الأنتي بكتيريال دراكس المستعمل لكن كان عنده توكسيسيتي عالية جدا. فالعلماء الاثنين ديل طوروا الأرفيمامين اللي هو بيشبه الأتوكسيل لكن less toxic. لو ملاحظ الاسم في كلمة ARS دي جاية من أرسينيك يعني هما بيحتوي على عنصر الأرسين أو العنصر الزرنيخ عشان كده التوكسيسيتي بتاعتهم شوية عالية. عشان كده في الفقرة الأخيرة قلنا this drug was very toxic but safer than the then currently used atoxyl. It was used up to the mid 1940s when it was replaced by penicillin. في السلايد دي في two structures على اليمين في الستركشر بتاع الدواء اللي اسمه أرفيمامين وعلى اليسار في الستركشر بتاع الدواء اللي اسمه أتوكسيل. لو تلاحظ في الـ two structures في العنصر بتاع الـ AS اللي هو الأرسينيك أو الزرنيخ بيناتهم في بعض التشابه يعني بالذات في البنزين رينج وفي الأمين جروب لكن في اختلاف بسيط في الأرفيمامين. The term Structure Activity Relationship SAR is now used to describe Ehrlich's approach to drug discovery, which consisted of synthesizing and testing a series of structurally related compounds. يعني العالم اللي اسمه إيريكس ديا اللي هو لقانا في السلايد الفات اللي هو اشتغل في الدواء اللي اسمه أرفيمامين وجد انه لما يعمل يعني سينثيسيس لمجموعه من الكومباوندز اللي هي كلها structurally related يعني بتشابه مع بعضها في بعض الخصائص البنائيه بتاعتها في البنيه التركيبيه بتاعتها الكيميائيه عاده بيكون في عندها similarity في الاكتيفيتي بتاعتها يعني كلها بتأدي نفس الشغل او لما تخش الجسم بيتأدي نفس التأثير. فالعمليه دي في المدرسه الكيمياء بيسموها structure activity relationship اختصارا بنسميها SAR SAR structure activity relationship. وبرضه في حاجه اسمها quantitative structure activity relationships اللي هي دي فيما بعد في الفقره الثانيه in the 1960s في اثنين من العلماء devised a method that successfully incorporated quantitative measurements into structure activity relationship determinations. يعني في بعض المعايير القياسيه ارقام يعني احنا ممكن نعبر من خلالها عن structure والاكتيفيتي بتاعته. على العموم عشان ما نضيع زمن كتير في الكيو سار والسار احنا عندنا محاضره قائمه بذاتها في المفاهيم بتاعت الاستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب والكوانتيتاتيف استراكشر اكتيفيتي ريليشن شيبس اللي هما الاثنين بيعتبروا امبورتنت بارت اوف ذا فاونديشن اوف ميديسينال كيمستري. طيب في السلايد دي والسلايدز اللي ما بعدها عشان يعني ناخد فكرة مبسطة عن الستركشر اكتيفيتي ريليشن شيبس والكوانتيتاتيف ستركشر اكتيفيتي ريليشن شيب خلينا ناخد اكزامبل بسيط اللي هو خاص بالتطوير بتاع يعني مجموعة من الأدوية أو كلاس من الأدوية بسموها السلكتيف اتش 2 بلوكرز اللي هي السلكتيف انتي هيستامين
ريسبتر تايب 2 بلوكرز اللي هي بيستعملوها زمان، هسي حاليا قل استخدامه كثير او قد يكون ما موجود، في علاج الالسر اللي هو القرحه سواء كانت في المعده او في الاثني عشر، فبيسموه انتي ألسر دراجز. يعني فينا بعض المرضى بيكون عندهم يعني زياده في السكريشن بتاع الاتش سي ال اللي هو الحمض بتاع المعده، فبيعمل لهم مشاكل، بتعرفوا الحاجه دي. فاثنين من اشهر الادويه اللي كانوا مستعملات، واحد اسمه سايمتيدين والتاني اسمه رانيتيدين. الاستراكشرز موجوده قدامكم، الاستراكشر بتاع السايمتيدين والاستراكشر بتاع الرانيتيدين اللي هم حصل لهم ديفلوبمنت في يمكن من السبعينات من القرن اللي فات. طيب هسه حاليا الادويه دي طبعا زي ما قلت لكم ما مستعمله، هايلي ريبليس بواسطه البروتون بامب انهيبيترز. يعني الكلاس الصحي حاليا مستعمل في علاج الاسر هو البروتون بامب انهيبيترز اللي هم زي الناس الاوميبرازول والايزوبرازول واللانسوبرازول وغيره. لكن ده بس جاست اكزامبل عشان اوضح لك اللي احنا بنتكلم عنه. لو لاحظت التو ستراكشرز بتلقاهم يعني منذ الوهله الاولى للناظر بتلقى انه في بعض التشابه بيناتهم، مع انه في اختلاف ظاهر. يعني مثلا واحده من نقاط الاختلاف لو لاحظت في هيتيروسايكليك رينج، يعني عندنا حلقه خماسيه هيتيروسايكليك. اتمنى انكم تكونوا في الاورجانيك كيمستري درستوا حاجه اسمها هيتيروسايكليك كيمستري. ففي الرانيتيدين موجود في حلقه خماسيه بتاعت فيورين او فيوران، وفي السايمتيدين الحلقه الخماسيه مختلفه شويه اللي هي مكونه من حاجه بنسميها اميدازول، اميدازول رينج. ف في الاستراكشر برضه بتلقى في حاجات مشابهه، يعني زي التشين بتاعت المتصله بالرينج اللي هي سي اتش 2 اس اتش سي اتش 2 سي اتش 2 ان اتش سي ان سي اتش 3. ف هي دي اصلا بتشتغل في الهيستامين ريسبتورز، بالتحديد في هيستامين ريسبتور تايب 2. فخلينا نشوف القصه بتاعت التطوير بتاع الدواء بتاع السايمتيدين اللي هو بعده جه الدواء بتاع الرانيتيدين. طيب development of H2 antagonist، انا خلينا قبل ما نشوف ال development بتاع ال H2 antagonist نضع المشكلة احنا دايما نحلها شنو، او نشوف المشكلة دايما نحلها شنو. اصلا زي ما قلنا في مريض بيكون عنده peptic او duodenal ulcer اللي هي القرحة، يعني سواء في المعدة او زي ما قلنا في الاثنى عشر. ففي جزيء موجود في جسم الانسان او في جسم معظم الحيوانات اللي بيسموه الهيستامين. هذا الهيستامين واحد يعني عنده اثار كثيره جدا على الجسم، او عنده يعني اكتيفيتيز كثيره جدا، بيشتغل ثرو مجموعه من الريسبتورز. يعني هو ذاته عنده ريسبتورز، في عنده اتش 2 اتش 1 ريسبتورز، اتش 2 ريسبتور، اتش 4 ريسبتور، اتش 3 ريسبتورز، ديفرنت ريسبتورز. النوع اللي اسمه اتش 2 ريسبتورز ده هو الموجود في المعدة وفي ال 12 في الجي اي تي. يعني فلما يحصل ستيموليشن للريسبتورز دي بواسطة الهيستامين، يعني لما يجي الهيستامين يرتبط بال H2 ريسبتورز، بيزيد السكريشن بتاع شنو؟ بتاع الحمض بتاع المعدة. فده بيؤدي لمشاكل بالنسبة للمريض. يبقى عشان نحل المشكلة دي احنا محتاجين لشنو؟ محتاجين لمولوكيول يقفل الريسبتورز بتاعت ال H2 عشان يحمي لنا الريسبتور من منو؟ من الهيستامين. يعني الهيستامين لما يلقى ريسبتور بتاع ال H2 ما يلقاه فاضي، يلقاه اوكيوبايد بواسطة اذر مولوكيول، فما بيقدر شنو يعني يرتبط، فبالتالي هيقلل لنا شنو الريليز او السكريشن بتاع شنو بتاع ال HCl into the GIT lumen. فيبقى ده هو الهدف بتاعنا، هذا لنا مولوكيول يرتبط بنفس الريسبتور اللي بيرتبط منه الهيستامين. يبقى انا اجيب لي مولوكيول زي ده من وين؟ ابسط حاجه انه عايل الاستراكشر بتاع الهيستامين نفسه. الهيستامين ما بيقدر يرتبط بكل انواع الريسبتورز بما فيها ال H1 وال H2 وال H3 وال H4. يبقى انا ممكن اعتبر الهيستامين في اللحظه دي هو شنو؟ هو الليد كومباوند بتاعي. تذكر المفهوم بتاع الليد؟ يبقى انا ممكن اعتبر انه الهيستامين هو الليد كومباوند. لكن طبعا انا ممكن استعمل الهيستامين ذاته كشنو؟ كعلاج، لانه اصلا هو بزيد لي المشكله، فانا ده اوقف الاثر بتاعه. فيبقى لو لاحظت في اول استراكشر فوق في الجدول هو الاستراكشر بتاع الهيستامين، عباره عن ايميدازول رينج، حلقه خماسيه بتاع ايميدازول متصله ب سي اتش 2 سي اتش 2، وفي الاخير في امين ان اتش 2.
اوكي، فهو نون سيلكتيف اجونيست. طبعا احنا المفروض عندنا المصطلحين نكون عارفينهم، اجونيست يعني بيعمل ستيموليشن، وانتاجونيست معناها بيعمل بلوكينج. فالهيستامين بطبيعته هو اجونيست في الاتش 1 بقدر ما هو اجونيست في الاتش 2. نشوف بعدين احنا ممكن نعمل موديفيكيشن بياتو طريقه للهيستامين. اول حاجه نخليه هو مور سيلكتيف تجاه الاتش 2، والحاجه الثانيه انه بدل يعمل ستيبيوليشن ما يعمل اي تاثير، يكون شنو جاست بلوكر انتاجونست. فلن نتابع الخطوات. الخطوه الثانيه اللي عملها في الهيستامين اللي هو في بوزيشن 5 في الايميدازول، في الايميدازول رينج قام خدته من ايثايل جروب سي اتش 3، لاحظ الستراكشر رقم 2 اللي هو في النص اللي هو اسمه 5 ميثايل هيستامين. الستراكشر ده لما عملوا له تيستينج لقوا انه بيطيب ال H2 more than ال H1. يبقى الفرق ما بين ال 5 ميثايل هيستامين والهيستامين جاست ميثايل جروب، لكن عدلت السلكتيفيتي بتاعته خلته انه مور تجاه شنو؟ تجاه ال H2 ريسبتورز. نفس الستراكشر الثاني لما اللي هو الستراكشر بتاع الهيستامين لما عملوا له موديفيكيشن بطريقه ثانيه اللي هو في الامين رينج، سوري في الامين جروب، اللي هي لو لاحظت الاستراكشر بتاع الهيستامين في نهايته في ان اتش 2. الان اتش 2 لما نقوم نستبدلها بحاجه ثانيه يعني اذر فانكشنال جروبس، اصلا في ان اتش 2 نشيل اتش ناخد بدلها حاجه ثانيه اللي هي حاجه اسمها جوانايل هيستامين، ان جوانايل هيستامين اللي هو الاستراكشر رقم 3 التحت ده، نفس الاستراكشر بتاع الهيستامين لكن بس شنو شلنا واحده من الهيدروجين بتاعت ان اتش 2 خدتنا بدل شنو سي دبل بوند ان اتش سي سنجل بوند ان اتش 2، فده اسمه ان جوانايل هيستامين. ده لقوه انه عباره عن بارشيال اتش 2 ريسبتور اجونست. لو لك بارشيال اجونست معناه هو شنو انتاجونست، يعني ما بيعمل فول ستيميوليشن للريسبتورز. يبقى من خلال الدراستين ديل انا وصلت لمعلومتين. المعلومه الاولى انه لما اعمل سبستيوشن للإيميدازول رينج بميثايل جروب الاكتيفيتي بتكون مور تجاه شنو؟ تجاه ال H2 receptors. المعلومة الثانية انه الأمين جروب لما تكون ما فري تكون يعني substituted مستبدلة بحاجة ثانية، الاكتيفيتي بتاعت الهيستامين تجاه الريسبتورز بتقل، يبقى يتحول من agonist لبارشيال agonist، معناه بدأ تظهر فيه الخاصية بتاع شنو؟ بتاعت الانتاجونست. طيب نجي للدراسة الثالثة اللي اتعملت عشان نعمل لنا analog compound من الليد بتاع اللي هو الهيستامين. في الدراسة دي الموديفيكيشن عملوه في حتتين او في منطقتين. المنطقة الاولى في الجروب بتاعت ال NH2 بتاعت الهيستامين استبدلوها بدل NH2 عملوها NH ومعها شنو؟ معها C double bond S، بعد ذاك سي سنجل بون ان اتش سي اتش 3 اللي هي الجروب دي كلها مع بعض في الاورجانيك كيمستري بسموها ثايو يوريا. ثايو يوريا يعني عملنا انتروداكشن للهيستامين، يعني عملنا سبستيوشن للهيستامين بدل ان اتش 2 يكون فيه شنو؟ فيه ثايو يوريا فانكشن. لو تتذكروا جيبال قلنا لما يحصل موديفيكيشن للجروب دي الاكتيفيتي بتحول بتاعت الهيستامين من اجونست بيتحول لشنو؟ لانتاجونست. الموديفيكيشن الثاني اللي عمله في السلسلة ما بين الإيميدازول رينج اللي هي الحلقة الخماسية والنيتروجين، هناك كان في الهيستامين عبارة عن سلسلة مكونة من اثنين كربون اللي هما CH2 CH2. هنا لاحظ انها مكونة من شنو؟ CH2 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 CH2، يعني أربعة CH2. يبقى زدنا الطول بتاع شنو بتاع السلسلة، ده الموديفيكيشن الثاني. وفي الموديفيكيشن الأول غيرنا الطبيعة بتاعت الأمينو جروب من NH2 حولناها لشنو؟ لثايو يوريا فانكشنال جروب. طيب لما عملوا تيستينج للأنالوج ديه لقوا إنه عبارة عن فول H2 ريسبتور أنتاجونيست، يعني لما يرتبط بالهيستامين ريسبتور بيقفلها تماما لكن ما بيعمل له شنو؟ ستيميوليشن. لكن ما قدروا يستعملوه كدواء. الكومباوند ده اسمه بيوريمامايد، بيوريمامايد اللي هو الاستراكشر في الجدول. قال عنده low potency and poor oral bioavailability، يعني لما نديه للبيش في شكل بتاع oral dosage form ما بيحصل له امتصاص بكمية شنو كافية، فبالتالي هيكون عنده low potency وهيكون عنده برضو
low يعني activity. في الدراسة اللي بعديها اللي هو structure الثاني structure في النص طور مولوكيول اسمه ميتياميد. لاحظ الفرق بينه وبين المولوكيول الجبار اللي هو البيوريماميد. أول حاجة التشابه بيناتهم شنو والفرق بيناتهم شنو. التشابه ظاهر بيناتهم انه الاثنين بيحتوي على ثايو يوريا فانكشن اللي هي في المنطقه بتاعه ال NH2 بتاعه الهيستامين. كلهم بيحتوي على شنو؟ على ثايو يوريا فانكشن. الاختلاف في حتتين، اختلاف الاول في السلسله بتاعه الكربون، هنا بدل يكون عندنا 4 CH2 عندنا شنو؟ عندنا CH2 S CH2 CH2 اللي هي يعني بدل CH2 سحبنا خدنا بدل شنو؟ ذره بتاعه كبريت سلفر. الاختلاف الثاني في الامبيدازول رينج اللي هي الحلقه الخماسيه فيها ميثايل جروب، ده في الميثيامايد. طيب التغيير اللي حصل ده نتيجته شنو؟ لما عملوا تيستنج للكومباوند للانالوج ده لقوا انه عباره عن فول اتش 2 ريسبتور انتاجونست زي الاول، لكن حصل امبروفمنت للبوتنسي والاورال بايو افيلابيلتي، بيبقى مور يعني عنده هاير بايو افيلابيلتي، عنده هاير بوتنسي. لكن بالرغم من كده هو التوكسيسي بتاعته عالية نتيجة لوجود الفانكشنال جروب بتاعت الثايو يوريا دي، بطبيعتها لما تخش الجسم الإنسان بيكون توكسيك. عشان كده الميتياميد ما وصل لمرحلة إنه يبقى شنو دواء صالح للاستخدام بواسطة المرضى، لكن خدم الدراسة دي خدمت في إنها توضح إنه إحنا مفترض نعمل شنو عشان نوصل لسيف دراج. يبقى في الميتياميد المشكلة بتاعته شنو؟ في الثايو يوريا. يبقى لو شلتها خدتها بدل حاجة تانية بحل المشكلة دي اللي هو ده حصل في الخطوة الأخيرة الاستراكشر الأخير اللي هو اسمه سايمتيدين اللي هو the first يعني H2 blocker marketed for treatment of peptic and duodenal ulcer. سحبوا الثيوريا فانكشن يعني سحبوا السلفر سحبوا الكبريت خدوا بدل شنو في الاستراكشر. الظاهر انه بيجت C double bond N بعدك بتصبح شنو بـ C triple bond N كويس. فالستراكشر ده اسمه سايمتيدين اللي هو عبارة عن فول H2 receptor antagonist with higher potency and improved oral bioavailability and low systemic toxicity. يبقى كل المعلومات اللي تحصلوا عليها في الدراسات السابقة طبقوها في شنو؟ في السايمتيدين. نيجي نلخصها انه اول حاجة الاميتازول رينج تكون مستبدلة بميثايل جروب، ده بيعمل شنو؟ ده بخلي المولوكيول more selective تجاه شنو؟ تجاه ال H2 receptor الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إنه ما يكون عندنا free amine أو free NH2 group قاعدة في side chain، لا بد أن يكون secondary amine، والsecondary amine ما يكون فيه شنو؟ thiourea function زي ما موجودة مثلا كان في الميثياميد وفي البيوريميد. الحاجة الثالثة والأخيرة إنه chain كل ما نزيد الطول بتاعه من 2 يعني تبقى 3 أو 4 في الحاجة طبعا هي 4 بيكون الاكتيفيتي بتاعته كانتاجونيست مور ذان الهيستامين. بالرغم من كده السايمتيدين مع انه كان فيري سكسسفول دراج لكن برضه كان بيعاني مشكله بتاعت ادفيرس دراج رياكشن، مشكله بتاعت توكسيسيتي بالذات نتيجه لوجود الاميدازول رينج الحاله الخماسيه دي برضه كانت مشكله. الكلام ده في السلايد ما موجود انا هسيب بذكر فيه يعني بصوره عامه. الاميدازول رينج دي لو استبدلناه بحاجه ثانيه برضه بتقلل شنو؟ بتقلل الاكتيفيتي سوري بتقلل السايد افكتس وبتقلل الادفيرس دراج رياكشنز. هنشوف الحاجه دي في السلايد اللي بعديها ان شاء الله. هنا في السلايد دي في مجموعه من الستراكشرز لاربعه من السلكتيف اتش 2 ريسبتور انتاجونست. احنا حقيقه الكورس ده اللي هو الانتي هيستامين حدث بصوره تفصيليه في الفصل الدراسي الجاي ان شاء الله الفصل الدراسي السابع، لكن دي بس يعني معلومات كده ابتدائيه يعني للكورس اللي حتدرسه لقدام. فانت حاليا ما مطالب بالاستراكشرز دي انك تحفظها او تعرفها، لكن بس ركز في الكلام اللي هنقوله هسي في السلايد دي. لو لاحظت على اقصى اليمين فوق في الاستراكشر بتاع السايمتيدين اللي هو مر علينا قبل شويه قلنا كان فيه مشكله بتاع سايد افكت نتيجه لوجود منه لوجود الحلقه الخماسيه بتاعه الاميدازول. يبقى احنا لو استبدلنا الاميدازول باذر بيزك
هيدروسايكليك رينج بيحل لنا المشكله بتاعت الساميتيدين. ده بيتحقق في الثلاثه استراكشر في الظهر اللي هي في دواء اسمه نيازيتيدين جنبه، وتحت في الرانيتيدين، وتحت خالص في الفاموتيدين. مع ان هما الاستراكشر دي اربع استراكشرز لكن كلها زي شير يعني سم استراكشرال فيتشرز، زي ما قلنا في حاجه اسمها استراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب. يبقى الاربعه دي عشان تشتغل نفس الشغل لابد يكون في حاجه معينه بتجمع. الحاجه المعينه بتجمع دي اللي هي عباره عن لابد يكون فيها يعني سيكندري امين، بس الاربعه كلهم فيهم سيكندري امين اللي هي السايد تشين على الاقصى اليمين اللي هي قلنا الناتوجي بتاعت الاصلا كان موجوده في الهيستامين. لو ده انه تكون برايمري تكون شنو سيكندري. الحاجه الثانيه المشابهه انه كلها فيها سلسله في النص مكونه من اربع اعضاء، واحده منهم منه سلفر اللي هم سي اتش 2 سي اتش 2 اس سي اتش 2، دي موجوده فيهم الاربعه. الاختلاف بيناتهم في شنو؟ في الاميتازول رينج. قلنا الاميتازول رينج دي ده ما دارينا، عشان كده سي مثلا في الرانيتيدين اللي هو جه بعده استبدلوا الاميتازول بوسط حلقه بتاعت اسمها فيوران اللي هي الخماسيه فيها اوكسجين. في النيازيتيدين والفاموتيدين الحلقه الخماسيه عباره عن حاجه اسمها ثيازول، يعني بدل الاميتازول خدنا شنو؟ ثيازول. كلمه ثيا دي دايما في الاورجانيك كيمستري معناها سلفر، ثيو او ثيا. فثيازول اللي هو بيشبه الاميتازول لكن بدل اثنين ناتوجين في شنو؟ في ناتوجين واحده والثانيه عباره عن شنو؟ عباره عن سلفر. فدي بس جنرال استراكشر بالنسبه للسلكتيف اتش 2 بلوكرز، كلها زي شير ذا سيم استراكشرال فيتشرز مع بعض الاختلافات اللي هي بغرض زياده البوتنسي وتقليل السايد افكتس والاورال تحسين الاورال بايو افيلابيلتي. خلينا تاني نضرب بعض الاكزامبلز الاخرى عشان ترسخ او يرسخ المفهوم بتاع الاستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب. في السلايد دي عندنا تو دراجز، على اليمين اسمه بروكيناميد وعلى اليسار اسمه بروكين. من اول نظره لو عيت التو استراكشرز هتشوف انهم متشابهات، يعني ما في اختلاف بيناتهم، لكن اكشوال في اختلاف واحد بس بيناتهم. يبقى لو مسكت اي استراكشر مثلا مسكنا بروكين من اليسار لليمين في NH2 بعدها في حلقة بنزين بعدها في COO CH2 CH2 N مستبدل باثنين ايثايل جروب. لو مسكنا بروكيناميد امينو جروب بعدها بنزين رينج بعدها CON NH CH2 CH2 N مستبدل باثنين ايثايل جروب. فيبقى الاختلاف بس هو في شنو؟ في الكربون اللي بعد البنزين رينج. في البروكين عبارة عن استر اسر جروب يعني، وفي البروكين امايد هي عباره عن امايد ظاهر من الاسم بروكين امايد، فده اسر وده امايد. طبعا مفترض تكونوا عارفين الفريق ما بين الاسترز والامايد في الاورجانيك كيمستري. واحده من الخصائص بتاعت الاسترز انها بيحصل لها هيدروليسيس، يعني بتتكسر بيسموه تحلل مائي هيدروليسيس. برضو البروكين امايد برضو ممكن او الامايد برضو ممكن يحصل لها هيدروليسيس لكن عموما زي ريزيست هيدروليسيس، يعني ما بيحصل لها هيدروليسيس بسهوله زي الاسترز. طيب البروكين والبروكين امايد الاثنين احنا ممكن نستعملهم كحاجه اسمها لوكال انستيتيك، يعني مخدر موضعي. يعني لو سمعتوا بالمصطلح ده في حاجه بيسموها مخدر موضعي بيستعملوه على سطح الميوكاس ميمبرينز. لكن البروكين امايد لو وصل البلاد ستريم وصل الهارت ممكن يشتغل كانتي اريزميك دراج. انتي اريزمي في مرض اسمه اريزميا اللي هو بيكون فيه عدم انتظام في النبض بتاع القلب، دي هدرسه ليه قدام، هدرسه كل الانتي اريزميك دراجز حتى احنا عندنا في البيسال كيمستري هدرسه ان شاء الله في الفصل الدراسي الجاي اللي هي الانتي اريزميك دراجز. لكن البروكين انا ممكن استعمله كانتي اريزميك لانه وانس انه وصل بلاد ستريم طوالي بيتكسر بيحصل له هيدروليسيس لانه هو عباره عن استر. لكن البروكينامايد زي ات ريزيست ذا هيدروليسيس، يعني بيقاوم المزرعه بتاعت الهيدروليسيس، فبالتالي ممكن يواصل عادي لحد ما يصل للريسبتور بتاعه او التارجت بتاعه في الهارت ويعمل له سلوينج داون، فبالتالي بيشتغل كانتي اريزميك دراج. عشان كده قلنا changing a group or introducing a group may change the nature of the activity of the compound. For example, the change of the ester group in procaine to an amide اللي هي في البروكينامايد changes the activity from local anesthetic to anti-arrhythmic.
هنا برضو في الاكزامبل ده بيوضح لنا انه احنا برضو ممكن يعني بموديفيكيشن بسيط على الاستراكشر بتاع اي دواء ممكن نتحكم في الديستريبيوشن بتاعه او توزيعه خلال الانسجه المختلفه في الجسم. يعني مثلا فور اكزامبل احنا قد تكون درسته في الفيزيولوجي انه الجهاز العصبي المركزي عموما سي ان اس سنترال نيرفوس سيستم حوالينه في حاجه بيسموها البلود برين بارير. بلود برين بارير هذا الحاجز او البارير ده مسؤول انه يتحكم في دخول وخروج المواد من خلال السي ان اس لخارج السي ان اس. فعشان ماده تعبر البارير ده لابد انه يكون عندها higher lipid solubility، يعني يكون more lipid soluble، يعني يزول في الدهون بصوره اكبر من الووتر. طبعا معروف انه الوسط اصلا في الجسم جنرالي هو aqueous، لكن كل الميمبرينز كل الأغشية الخلوية بطبيعتها مكونة من ليبيدز. يبقى الدرج عشان يعبر من خلال غشاء خلوي معين لابد يكون شنو عنده some sort of lipid solubility. يبقى كل ما كان الليبيد solubility عالية بيعبر بسهولة، كل ما كان الليبيد solubility قليلة معناه بيعبر بشنو بصعوبة. يبقى الهيدروفيليك دراجز بتعبر بصورة أبطأ من الهيدروفوبيك دراجز. هيدروفيليك يعني بيزوف في المويه، هيدروفوبيك يعني هو بيزوف في المويه. مثلا في الاكزامبل ده عندنا تو دراجز اللي هما الفايلوستيجمين والنيوستيجمين. الاثنين دول بيستعملوا هما دوين بيستعملوهم كانتي كولين ستريس دراجز. ما اعرف اذا درستوها في الفيزيولوجيا او في الفارماكولوجيا، لكن عموما احنا احيانا بنلجا او بنحتاج لانه نعمل انهيبيشن للانزيم اللي اسمه كولين ستريس، اللي هو ده الانزيم المسؤول عن انه يكسر الاسيتايل كولين. يبقى لما نوقف الانزيم ده بنزيد الفعاليه بتاعت الاسيتايل كولين. مثلا في بعض الامراض زي مثلا مرض اسمه مايثينيا جريفيس ممكن تمشوا يعني تزعلوا او تقرا عنه بصوره اكبر. لكن عموما الدواء كان مستعمل في الحاله دي او الناتشورال برودكت موجود اللي هو اسمه فايوستيجمين. فايوستيجمين عباره عن ناتشورال برودكت، لكن مشكلته انه وانس يحصل له administration بواسطة patient بيؤدي ل CNS side effect، يعني بيعبر من خلال شنو؟ من خلال ال CNS. أنا ما داري الحاجة دي، داري أشتغل بس peripheral، يشتغل في الأطراف لكن ما يخش وين؟ ال CNS. فيبقى لما أنتجوا النيوستيجمين خدتوا الحاجة في بالهم. لاحظين إن النيوستيجمين فيه نيتروجين كواتيرنري، نيتروجين كواتيرنري معناه عليها positive charge. يبقى أي حاجة عليها positive charge يبقى هي عبارة عن ion، يبقى عبارة عن hydrophilic، يبقى ما هتقدر تعبر من خلال شنو؟ يعني ليبيد ميمبرين بصوره كبيره. فيبقى النيوستيجمين انا ممكن استعمله كانتي كولين ستريس ويز ريديوسد ادفيرس رياكشن على سنترال نيرفوس سيستم. طيب ننتقل لاخر موضوع عندنا في المحاضره دي اللي هو the sources of drugs and lead compounds. احنا اوريدي اتكلمنا عنه، عندنا natural sources وعندنا يعني احنا ممكن نعمل chemical synthesis ل drugs. طيب so discovery of a new drug is part luck and part structural أو structured investigation. يعني زي ما قلنا كان في حتى في اكتشافات بتاعت أدوية كانت بالصدفة، وفي أسي حاليا المسائل بتاعت الأبحاث في الفيزياء الكيمستري كلها هي structure investigation بناء على يعني معطيات وتحليلات بحثية معينة من خلالها بيقدروا يوصلوا ليه إنه إحنا نعمل ديزاين لدواء بهذا الشكل. It is originally started with drugs and lead compounds derived from natural sources such as animals, plants, trees and microorganisms. Today, natural sources are still important. But the majority of lead compounds are synthesized in the laboratory. يبقى ما زال الاعتماد على المصادر الطبيعية في استخلاص أو في تصنيع أو اكتشاف الأدوية، لكن كثير من الأبحاث الشغالة حاليا هي بناء على زي ما قلنا الدراج ديزاين، إنك بتصمم الدواء بدون ما يعني تلجأ لإنك تحاول تجرب مجموعة من الليدز كومباوند تشوف يا واحد فيهم عنده اكتيفيتي، بعدها تجي تعمل له موديفيك، يعني مثلا بيكون طويل شديد جدا. فيبقى انت من البداية اخذت ابروتش او طريق تاني بتاع انك
زي ما قلنا تدرس الـ disease أو الـ problem وتحدد target معين أو structure معين اللي هو بيسميه receptor، وبناء على هذا الـ receptor تصمم الدواء، أنت كده بيكون اختصرت كتير من الزمن. although إن الـ approach ده برضه time consuming. أول مصدر هو الـ natural sources أو المصادر الطبيعية. Natural sources are still important sources of lead compounds and new drugs. However, the large diversity of potential natural sources in the world makes the technique of random screening a rather a hit or miss process. يعني انت ممكن تعمل screening لthousands of compounds ممكن كلها تختبره، لكن خلال الدراسة بتاعتك دي يعني ممكن تصل لانه ما في ولا واحد فيهم ينفع للاستخدام ك drug for treating يعني certain problem، يبقى ممكن تصيب وممكن شنو تخطئ. The screening of local folk remedies offers the basis of a more systemic approach. يعني انت بدل تكون المزلة يعني في natural source بدل تكون المزلة هي random، في اشياء كده متوارثة. يعني مثلا عندنا في السودان في نباتات معينة كده مرتبطة به يعني بعلاج أمراض معينة، يعني حاجة متوارثة من الأجداد للأبناء ولا كده. فأنت بدل تختبر الأشياء في الطبيعة بصورة كده عشوائية، ممكن تركز على شنو، على الأشياء اللي أصلا الإنسان أو الناس جربوها يعني قبل كده لكن ما بصورة علمية بحتة، وتحاول تضيق نطاق البحث بتاعك. فده بسموه local folk remedies اللي أول يعني الطب الشعبي. يعني يعني مثلا في السودان معروف إن عندنا نباتات معينة لعلاج بعض الأمراض، فانت ممكن تركز على الحاجة دي في انك تحاول تصلي يعني compounds تكون effective for treatment of disease with a scientific يعني background. example مثلا المسألة بتاعت ال local folk remedies او الاشياء المتوارثة زي ما قلنا، او الاشياء اللي ممكن تكون يعني بحيطة شيء من ال من الخرافات او كده، يعني ممكن الناس تحاول تبحث فيها وتجد لها يعني solid scientific studies، ومن خلال الدراسة دي تقدر تصل يعني دواء معين. الحاجة دي يعني منذ القدم موجودة، يعني مثلا هسيم الكلام موجود في السلايد ده. In the past this has led to the discovery of many important therapeutic agents. For example the anti-malarial quinine. الكينين اللي هو واحد من العلاجات بتاعت الملاريا، ده تم اكتشافه بواسطة انه كان في يعني الناس اللي عايشين في منطقة كده في اظن في امريكا الجنوبية يعني مغربية نهر الامازون، فكان بيقول انه في منطقة كده الواحد لما تجيه الحمى بتاعت الملاريا دي اللي كده لسه ما اكتشفوا لها دواء، يعني معروفة بأنها هي بس عبارة عن حمى، يعني حمى شيء بتجي للزول. فكانوا بودوا منطقة معينة كده بيعتبروها هي منطقة زي إنها يعني فيها يعني حاجة كده، هي خرافة في النهاية. المهم في النهاية المنطقة دي بيعتبروها منطقة مقدسة، يعني بيشربوا من الموية بتاعت النهر المار في المنطقة دي، بعد كم يوم يبقى كويس. فلما جدوا درسوا المنطقة دي لقوا إنها هي محاطة بالأشجار بتاعت السنكونة، السنكونة اللي هي بتحتوي على المادة بتاعت الكينين. فده example للمزرعة دي، عشان كنا عشان كده قلنا in the past this had led to the discovery of many important therapeutic agents. For example the anti-malarial quinine from cinchona bark. برضو في cardiac stimulant اللي هو digitalis from foxgloves and the antidepressant reserbim isolated from rolvia serpentina. In this structure the example يعني drug derived from natural sources اللي هو تحديدا الديجيتوكسين، بيستعمل ك يعني بيسموه positive inotropic agent للناس اللي عندهم مشاكل في contractility of the heart، يعني بيستعمل عادة مثلا في heart failure. عنده other analog غير الديجيتوكسين في دواء اسمه ديجوكسين، هو نفس الديجيتوكسين لكن الاختلاف بس في انه الديوكسين فيه هيدروكسيل جروب زياده قاعده في الكربون رقم 12. انا ما حقدر يعني اوصف لك وين قاعد بالتحديد قاعده بيه، لكن لو فتشت الديوكسين هتلاقي انه في الكربون رقم 12 موجوده فيه هيدروكسيل
جروب، فدي بتقلل الديوريشن اوف اكتيفيتي بتاعته، بتزيد السوليبيليتي بتاعته، بتزيد الرينال اكسكريشن. المهم في كتير من الفارماكوكاينتيك كاركترستيك بتاع الديوكسين بتتغير نتيجه لوجود هذه الهيدروكسيل جروب. This is another example of an important drug isolated from natural source اللي هو اسمه تاكسول. هذا التاكسول بيستعمل كأنتي كانسر دراج، برضو إن شاء الله حيمر علينا في الفصل الدراسي التاسع إن شاء الله في آخر 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 يعني آخر كورس بتاع بيسي الكيميستي حيمر عليكم الدراج ده. هذا التاكسول هو أنتي كانسر وإيزوليتد من أشجار بيسموها الباسيفيك يو. هي أشجار ضخمة جدا بيستخلصوا من اللحة بتاع من البارك يعني من اللحة بتاع الشجرة. مع انه هو very يعني important very very important anti cancer drug، لكن في مشكله كان انه انت عشان تتحصل على يعني على الدواء ده المفروض تقطع الشجره كامله، ما هو بتستخلص من اللحه اصلا، اللحه بتاع الشجره لو انت فصلت منها الشجره بتموت. غير كده اصلا تركيزه في اللحه تركيزه بسيط جدا، اذا محتاج لجرعه واحده ممكن تحتاج للحه بتاع عده اشجار، وهي أشجار معمرة يعني ما أشجار بتقوم وتنمو خلال سنة ولا سنتين، بتحتاج لعدة سنوات عشان تصل للنمو الكامل بتاعها. فيبقى مزلة إنك تتحصل على يعني جرعات كافية من التاكسول من ناتشورال سورس، أصبحت مزلة يعني ما عملية يعني ومكلفة، بتكلف يعني قروش كثيرة جدا. لكن لحسن الحظ لقوا إنه في نوع تاني من نفس او جينس تاني من نفس النوع من النبات اللي هو الباسيفيك يو، ده في منه نوع تاني بيحتوي على كومباوند قريب من التاكسول، والكومباوند ده ما موجود في اللحى، موجود في الاوراق في الليس بتاعته يعني، فبالتالي ممكن الكومباوند ده تقطع منه الاوراق، والاوراق طبعا ريجنريتد يعني ممكن لو قطعتها تاني تنمو فما في مشكله. يقدر يضمن لك شنو؟ يضمن لك يعني continuous supply of this drug. طبعا زي ما قلنا الدراج المحتوى الموجود في الاوراق ما هو نفس التاكسول، يبقى انت بتستخلص المادة دي وبتعمل لها chemical modification بتحولها لشنو؟ لتاكسول. التاكسول عنده اسم تاني غطلقها في الكتب بيسموه باكليتاكسيل، يعني تاكسول او باكليتاكسيل هي نفس مسمية لنفس الدواء. في اثناء المودفيكيشن بتاع قلت لكم المادة الموجودة في الاوراق دي بيحصل لها modification بتحول لتاكسول. اثناء السنسيس في انترميديت يعني في ماده في الوسط اسمها دوسيتاكسيل. الدوسيتاكسيل برضه يقول انه برضه عنده اكتيفيتي كانتي كانسر دراج، يبقى ما بضروره تصل للتاكسول، ممكن اثناء الكيميكال موديفيكيشن تصل لحد المرحله بتاعت الدوسيتاكسيل وتعمل له ايزوليشن وتستعمله كشنو؟ كانتي كانسر دراج. يبقى هنا المفهوم بتاع السلايد في النهايه ده نوصل لانه انت ممكن الدواء دايركت من الناتشورال سورس تستعمله، او اذا لقيت حاجه قريبه منه تستخلصها وتعمل لها chemical modification توصلها لنفس الكمباوند اللي انت عايزه. These are the structures of paclitaxel and docetaxel زي ما واضح في الصورة. المصدر الثاني للأدوية هو الحصول على الأدوية عن طريق الدراج سينثيسيس أو الفول أورجانيك سينثيسيس، اللي هو هنا ما بتستعمل الناتشورال سورس، يعني بتجيب لك كومباوند من الناتشورال سورس تعمل له موديفيكيشن، أو يعني تاخد كومباوند طوالي تستخدمه كدواء. هنا أصلا الكومباوند يكون قد يكون في الطبيعة ما موجود، أنت براك بتعمل له سينثيسيس بواسطة يعني كيميكال رياكشنز معينة، اللي هو سي حاليا يعتبر the most important approach to design to drug design by senses is to start with the pathology of the disease state and determine the point where intervention is most likely to be effective. كان ده ورد احنا قلنا انك تدرس المشكلة وين وتحاول تتدخل في المكان المناسب بمعرفتك بالكاملة بشنو بالمرض نفسه. These compounds are synthesized so that their pharmacological action can be or may be evaluated. Obviously, this approach is labor intensive. يعني بياخد مجهود كبير جدا لأنه عملية الكيميكال سينثيسيس دي ما عملية سهلة actually.
وبرضه بتستهلك زمن وبتستهلك جروش وده يصبر كتير جدا. And a successful outcome depends a greater deal on luck. يعني انت ممكن تشتغل شغل لسنوات طويلة جدا في النهاية ما تصل للريزولت اللي انت عايزه، فبالتالي برضو هي ماذا بتاعت hit or miss. يبقى عشان كده هذه المشاكل لابد يكون في various modifications to this approach have been introduced to reduce this element of luck. فهيتكلم later on في المحاضرات الجاية عن حاجة اسمها computational chemistry، هيتكلم عن حاجة اسمها combinatorial chemistry اللي هي واحدة من الـ يعني الـ approaches اللي بيساعد في إنها تقلل العامل بتاع الـ luck ده، وبيساعد في إنها تسرع من العملية بتاعت الحصول على الدواء أو الـ compound اللي أنت محتاج له عشان تعمل له testing. في مسألة مهمة جدا سيناو دايز يعني في القرن 21، ففي اعتماد كبير جدا على الكمبيوترز على الأجهزة بتاعت الحاسوب يعني، فأنت بتحتاج إنك تعمل synthesis في اللاب. يعني انت ممكن تعمل سنسس لكومباوند فيرتشوالي زي ما قلنا افتراضيه في شاشه بتاع الكمبيوتر، وتعمل كل القياسات وكل الدراسات اللي انت عايزها في حاجه بنسميها ان سيليكو يعني على مستوى الكمبيوتر، وبعد ما تصل ل يعني لكومباوند بمواصفات معينه يكون عنده احتماليه كبيره جدا انه يكون هو ده الدواء الفعال، حتى بعدك تمشي تعمل كيميكال سنسس. لكن لو قلت تعتمد على الابروش القديم انك تعمل اساس ل thousands of compounds هي اختبارها، دي مساله برضو بتكون مالها مساله طويله وبتاخد يعني مجهود كبير جدا. لحد هنا احنا بنكون خلصنا دي، احنا معتبرها مقدمه بس عشان توريك ما هي الميديسينال الكيمستري والارياز اللي بتخدمها، وعرفنا فيها برضو بعض الملاحظات المستعمله في الميديسينال الكيمستري مثلا زي الليد كومباوندز زي الانالوجز والابروتشز المستعمله زي ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب كمبيوتيشنال كيمستري كومبيناتوريال كيمستري، هنتكلم عنها ليتر اون بالتفصيل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.